سعر كل تاجر كل بقال باعتبار حضرتك مسؤول عن او نقابه البقالين. لا يا فندم دلوقتي انا عايز اقوله بس احنا مش كل حاجه نوقع على الدولار، الدولار. نعم. في 3 أشهر اللي فاتوا حملنا ازمه الرز على الدولار وهو خارج منظومه الدولار بالمره يعني. نعم. النهارده لو انا قلت الكهرباء غليت فهتغلي الاسعار يبقى الحكومه اللي عملت فينا كده. وده ما ينفعش نقوله. ما هو مين اللي غلى الاسعار للكهرباء؟ نعم. الحكومه. وبالتالي لما احتجت المكنه عشان اولد الكهرباء عشان اجيب الرز ففي الاخر الحكومه هي المتسبب. لكن ما ينفعش في حاجه خفيه في الموضوع. الاسعار بتزيد. النهارده في ال 10 ايام اللي فاتوا شركات الزيوت رفعت السعر من 10 ل 12%. وسعر الدولار ثابت ما اتغيرش في الفترة اللي فاتت، ففي حاجة خفية احنا مش عارفينها. دي 10 12% في المية في سعر الزيت والسمنة، جميع شركات الزيت والسمنة بدون مسمى زودت من 10 12% في خلال 10 ايام اللي فاتوا. وفي زيادة تانية جت شركات التون نفس القصة زودت 30 ل 40%. الحاجة اللي أنا عايز أقولها النهاردة بالنسبة للتموين، لو انا بس التونة والزيت مرتبط بالدولار، ما انا قلنا الدولار مش كده؟ النهاردة الرز مش مرتبط بالدولار. وكان اخر قرار عدم تصدير الرز، يعني النهارده انا عندي الرز فيه كميات كبيره تكفي ومع ذلك غير موجود بمحلات التموين. وده قرار محترم انك خلاص مش موجود اكفي الاحتياج بتاعي وكمان قللت المساحات اللي مزروعه. بالظبط. النهارده 700,000 فدان بدل 2 مليون. ليه وصل متاخر يا زهر؟ نعم. ما انا عملت في الفتره اللي انا عملت فيها القرار دوت عملت تشبع للسوق، في حاله تشبع كل تاجر بيبقى عنده شويه رز خدهم وابتدى يحتكرهم. في الاخر السعر لما كنا في الفتره اللي فاتت ب 8 جنيه وصل الرز، النهارده الرز انت بتوفر، طب ليه سبت السعر؟ عايزين نفهم برضو ليه لغز السعر. نتكلم عن التموين. انا شايف ان احنا تعبنا نفسنا ودوشنا نفسنا بسلع تموينيه 30 40 صنف و50 صنف، وانا عايز اقول حته البطاقه التموينيه ما بقتش بطاقه تموينيه، هي بقيت بطاقه ترفيهيه. احنا كنا عارفين طول عمرنا السكر، الزيت، الرز، المكرونه، الدقيق. النهارده انا عشان ما عنديش رز مواطن، طب انا عايز رز، طب خد مكانه تونه، خد مكانه صلصه، ما بقتش سلع تموينيه، بقت سلع ترفيهيه. فعمليه التشتيت خليت ان انا نقول للتاجر او المخزن يقول للتاجر او الشركه القابضه تقول للمخزن عشان المخزن يقول للتاجر والتاجر يقول للمواطن، ما فيش ده خد ده وما فيش ده، فالموضوع تشعب، ما بقناش عارفين احنا شغالين في ايه. فبالتالي زادت الاسعار لما بتحصل مش عارفين سعر ايه اللي زاد ولا ايه ولا ايه. لكن كنا عشان حاطين دايره 5 6 اصناف لما بيزيد كان في ثانيه تسمع وفي الاخر تروح نازله بسرعه. لان هي السلع الاساسيه اللي جايين المواطن يسال عليها. لكن لما دخلت في 60 70 سلعه النهارده ما بقتش عارف ايه جديد. النهارده 60 70 سلعه لما زادوا قلنا في زياده في الاسعار، لكن ما فيش جديد، ما فيش ربط ان في نقابه تقول لا الاسعار زادت ليه. كيلو الرز بكام دلوقتي؟ النهارده في التوامين كيلو الرز ب 4 جنيه ونص. اكيد. اقول لحضرتك بياخدوا التاجر، تاجر التوميني بيتحسب له ب 4 جنيه و40 عشان يبيعه للمواطن ب 4 ونص. تتخيل النهارده التاجر عشان ياخده ب 4.40 يبيعه للمواطن ب 4 ونص كسبان في الكيلو باريزه، وهو دافع نقل ومشال في الكيلو 15 قرش. عارف كيلو الرز ده يعني ميه قد ايه بيستخدم للكيلو الواحد؟ كيلو الرز ده اللي ب 4 جنيه ونص 2 متر مكعب ميه الكيلو. كيلو الميه تمام واحد. ومع انت زرعه ومع ذلك ما عندكش، يعني انت كمان واخد ميه وبتكلمني عن تكلفه الميه وبرضه ما عنديش، دي كارثه. يبقى عندك مشكله، يبقى عندك كارثه بقى. يبقى في مشكله هنا، كارثه. بس انا بكلمك قد ايه الميه، استخدام الرز واستهلاك الرز للميه. النهارده التوامين لما لقيت حتى الزيت غلي بره والاسعار ارتفعت، النهارده التوامين راح قلل العبوه، بقت من الشهر اللي احنا فيه دوت في بعض المحافظات استلم الزيت 800 جرام بدل لتر. كان سعر اللتر 8 جنيه 45. ايوه. النهارده هيبقى سعر 800 جرام 8 جنيه 45، بس بعد ما قلل، ما قلل ب 800 جرام. لا هو كده زود السعر بطريقه غير مباشره، قلل الكميه وخلى السعر ثابت. ففي في حاجات كتيره مش مفهومه، ولابد ان احنا ما نشتتش افكارنا ونشتت ونفرحانين ان احنا عندنا 70 80 سلعه وهم في الاصل 70 80 سلعه غير مستخدمين، بس مجبرين ان ناخدهم. ما انا ما عنديش، فانا حضرتك النهارده بطاقه فيها سلعه ب 70 جنيه. طيب ماليش زيت ولا رز. وعن اذن حضرتك ردي على